أكدت عشائر محافظة ذيقار أنها تستنكر المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين السلميين. وذكرت العشائر في بيان لها أنها اتفقت على 11 مطلبا، من بينها إقالة حكومة عادل عبد المهدي وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات بإشراف القضاء والأمم المتحدة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم الفريق المقال جميل الشمري. عبد المهدي فورا، ثانيا إحالة البرلمان، حل البرلمان، ثالثا تشكيل حكومة مؤقتة لحين انتخاب بإشراف القضاء والأمم المتحدة، رابعا تعديل الدستور بإشراف أممي، خامسا محاسبة جميل الشمري وكل من أعطى الأوامر لذبح المتظاهرين في ذيقار. وما يخص المحافظة، إسناد منصب المحافظة ونقابي باختيار المتظاهرين الذين واقفين في ساحة الحبوبي، تسليم منصب قائد الشرطة لأحد أبناء المحافظة المستقلين، وتأكيد الحكومة قد فقدت شرعيتها، تنظيف الدوائر من جميع الأحزاب التي عادت بالمحافظة الفساد، تسليم جميع ملفات الفساد.